السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ده حلو قوي لكيزا، كيزا 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 يا ولد يا ولد يا ولد. ايطاليا 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 تنطلق، ايطاليا تنطلق امامنا هنا البديل كيزا، البديل فيدريكو كيزا اللي بيضع ايطاليا في المقدمه في الدقيقه الخامسه من الشوط الاضافي الاول. حلو لايطاليا امامنا، لم تعتاد شبكها الا مرتين. اوبا الشوط الاضافي الثاني ال 120 دقيقة. وهدف وهدف هنا وهدف هنا عن طريق اللاعب كالايديا ايتش، اللاعب العملاق كالايديا ايتش اللي سجل امامنا هنا في هذه اللقطة اول اهداف المباراة لمنتخب النمسا عن طريق البديل اللاعب كالايديا ايتش في واحدة من الكرات الثابتة الخطيرة اللي اتلعبت من البديل. Stéphane Leiner à la réception de ce centre au second poteau. Et le...